سيد صدام، سيد ممثل منظمة العالمية للصحة، سي ريبريزونتون لو ام اس، أعضاء الغرفتين، عميد كلية الطب وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عميد كلية الصيدلة، ممثل حقوق الإنسان، سيدات والسادة رؤساء اللجان الأخلاقية للتجارب السريرية، ضيوف شرف اونورابل زانفيتي، فضلايات الأفاضل زميلاتي وزملائي، حضور الكريم، أسرة الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دعاوي سروري أن أشرف على افتتاح هذه الندوة الهامة حول الأخلاقيات والأبحاث السريرية، وهو ملف جد مهم وقد شهد اضطرابات عديدة منذ عام 1998 مع انقطاعات العرضية تارة واستئناف أنشطة تارة أخرى في مواجهة القيود المرتبطة بالفراغ القانوني ودقة الإطار التنظيمي وإجراءات المناسبة. فلقاؤنا هذا اليوم فرصة لتبادل آراء، لتبادل خبرات ومناقشة وتقييم أخلاقيات والأبحاث السريرية، وهو ما يهدف من جهة إلى التعريف بأبعاد أخلاقية البحث بشكل أفضل، ومن جهة أخرى تطوير الحوار والتبادل بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال البحث السريري من مهنيين وهم الباحثون والأطباء ولجنة الأخلاقيات والسلطات التنظيمية وكذا جمعيات المرضى، مما يسمح لنا بتناول مختلف التساؤلات التي تطرحها قضايا الأخلاقيات والأبحاث السريرية مع سبل تنظيمها، خاصة مع حضور أخصائيين من دول ذات خبرة في المجال وبالطبع الاستفادة من تجاربهم. ويندرج البحث السريري ضمن المهام الأساسية لقطاع الصحة كما هو الحال بالنسبة لجميع القطاعات الوزارية الأخرى التي يتوفر معظمها على قسم للبحث. وتمتد الأبحاث من الخلية وهي أصغر وحدة حية إلى الإنسان، وهي تهتم بجميع مكونات الصحة ابتداء من الأفراد إلى غاية التجمعات السكانية الكبرى. وتعمل وزارة الصحة على ضمان تفاعل جميع أبعاد البحث مع بعضها البعض واندماجها ضمن مسار مستمر، ويعتبر البحث السريري من مهام ذات الأولوية لنا وكذلك للمريض، لأنه يسمح للمرضى بالاستفادة من التقدم الذي يحرزه البحث الأساسي الذي يعد مصدراً رئيسياً للابتكارات سواء العلاجية أو التشخيصية، وهو في حد ذاته مصدر لمعرفة الفيزيولوجيا أو علم وظائف الأعضاء والآليات التي تسبب الأمراض عند البشر، بحيث يساهم في تقدم الأبحاث التي تجرى على مستوى مختبراتنا. غالباً ما يكون البحث السريري في أذهان عامة الناس مرادفاً لاختبارات أدوية أو أجهزة طبية جديدة، وهو لا يقتصر على هذا المجال فقط الذي يعد
ضروريا وفي غاية الأهمية لتوفير منتجات صحية مفيدة وآمنة لأكبر عدد من السكان، بل يشمل أيضا أبعادا أخرى لا تقل أهمية بالنسبة لتقدم الصحة. فمن بينها أولا المقارنة بين العديد من الاستراتيجيات الطبية التي تسمح بتحديد تلك التي يجب أن يوصى بها التكفل بالمرضى، سواء من الجانب العلاجي أو من الجانب التشخيصي. ثانيا البحث عن علاجات جديدة خلوية أو جينية أو تلك التي تتطلب تقنيات متطورة مع تقييمها فيما يخص الأمراض التي يوجد لها أي علاج للتخفيف عن المرضى. كما كذلك تحديد آليات العلوم الوراثية أو الخلوية التي تعد من بين مسببات الأمراض البشرية بهدف اكتشاف أهداف أكثر دقة من أجل تطوير أدوية أو وسائل تشخيص جديدة. ثم مراقبة مجموعات كبيرة من الأشخاص التي قد تضم المئات أو الآلاف من أجل فهم أفضل لدور العوامل الوراثية أو البيئية التي تتدخل في مسببات أو أعراض مرض من الأمراض. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، إننا نطمح إلى إنشاء مراكز أبحاث سريرية في الوسط استشفائي بالشراكة مع مراكز البحث الوطنية والدولية التي ستكون واجهة بين المصالح السريرية للمستشفيات ومختبرات البحث التي أنشأتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي سيمثل عاملاً حاسماً في تحسين جودة البحث في الجزائر. وسيتم إنشاء مراكز للبحث السريري هذه كهياكل عمومية تخصص بالكامل للتنظيم والتنسيق وإجراء البحث السريري بهدف تحسين معرفة الأمراض وعلاجها والوقاية منها. وتضم هذه المراكز القدرات المتعددة التخصصات في نفس الموقع، كما يمكنها الاعتماد على الخبرة العلمية والتقنية لمختبرات البحث على الخبرة الطبية للمركز. إذن متابعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر.